الرياضي القدير استاذ ابراهيم الجابر حياك الله معنا برنامج وينك. اهلا بك ابو محمد وسعيد ان اكون معك في هذا البرنامج المتميز. انا اسعد ابو فيصل واسمح لي توجيه سؤال وينك كاول سؤال في حوارنا اليوم لك. الحقيقه يعني لابد ان اشيد بالبرنامج كبرنامج حظي بالكثير من المتابعين، والمناسبه اخر مناسبه يعني البارح في رحله قادمه من خارج المملكه تابعت البرنامج. شخصيات جميلة جدا تابعتها عبر الخطوط السعودية في, صحيح. في في, 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 ذلك لكن الأجمل أيضا أنه يعني هذا البرنامج يقدم ناس خدموا الرياضة خدموا الإعلام في جميع يعني شرائح المجتمع تستمتع بهذا اللقاء اليوم أنا سعيد أن أكون معك وهذا السؤال اللي وينك الحقيقة دائما يمكن أسأل فيه كثير يمكن في الأسبوع ثلاث أربع مرات في الأماكن العامة في الشارع لكن لست بعيد يا اخوي محمد انا الحقيقه يعني <applause> اليوم يوجه السؤال لك امامك يعني وامام المشاهدين يعني نعم اليوم الحقيقه يعني انا لست ببعيد انا قد يكون يعني عند الجيران في في موقع اخر من مواقع في في قصر من قصور الثقافه في قلعه مهمه جدا للثقافه السعوديه اليوم انا المدير التنفيذي لمركز الملك فهد الثقافي نعيش من خلال يعني غيابي ثلاث سنوات او سنتين عن المجال الرياضي لعشقي وحبي انا لست بقاص ولست بكاتب ولا شاعر ولا رجل مسرحي لكنني اعشق الثقافه بشكل عام واتمنى ان اكون من صناع الثقافه وان اكون من يقدم الثقافه السعوديه سواء داخل المملكه او خارج المملكه المركز الملك فهد الثقافي من يدخله لا يخرج ابدا أنا لم أنسى الرياضة الرياضة في دمي في, في, في قلبي هي حياتي كلها أخوي محمد جميل خليني أرجع معك للبدايات نعم ويمكن يعني نتحدث شوي عن الطفولة أول وبعدين ندخل على بدايتك الصحفية والإعلامية صحيح محمد يعني الطفولة تعيدنا إلى سنوات طويلة جدا الطفولة جميلة جدا يعني الإنسان دائما مقتنع بما هو بماضيه ماضي م. جميل ماضي كان فيه البساطة فيه ال الحارة اللي كنا نعيش فيها الحقيقة يمكن حي آه اللي هو حي سكيرينا حي قريب من وسط الرياض قريب من 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 القصر الحكم دخنة شارع الفريان سكيرينا اللي ما يعرفه آه هذه الحياة بدأت بدأت فيها طفولتي الحقيقة بكل إيجابياتها بكل سلبياتها يعني صحيح كانت الحياة بسيطة وكانت في تلك الظروف ظروف آه الظروف اللي نعيشها في في هذا الحي الشعبي في عائله قد تكون كبيره في العدد لكنها الحمد لله يعني كانت الحياه جميله سواء من الاخوان او الخوات او الـ الاقارب والاهل آه سكيرينا لها يعني بالنسبه لنا تاريخ آه عشنا فيه اجمل الايام واجمل اللحظات من هذا الحي نشانا الحقيقه وسط نشاه قد تكون نشاه وسطيه رغم م. الظروف اللي مرت في الحاره والناس اللي كانوا صلاه الفجر وانت صغير يعني تتذكر كل تتكلم. هذه الاشياء م. فكانت حتى صلاه الفجر بالنسبه لنا كانت يعني شيء في الذاكره جميله جدا انه تصحى مبكرا تلقاك تدخل المسجد قبل الناس كلهم م. تجد فتره التحضير هذه وكيف كانوا يوجهونك الناس كيف كنت تاخذ العلم الديني قبل المدارس يعني احنا بدانا صغار وبدانا نسمع من هذه الاشياء لكن الحمد لله الوالد كان بالنسبه لنا يعني قيادي حكيم يعرف تماما انه الوسطيه في كل شيء جميل الدراسه وين كانت فيصل والله انا درسنا في برضه في سكيرينا في مدرسه معاذ بن جبل الابتدائيه ثم خرجنا الى متوسطه ابي حنيفه في حلة بن دايل كانت ثم الثانوية أيضا أبي تمام في حلة من دايل ثم بعد ذلك انتقلت إلى جامعة الملك سعود قسم الإعلام درست إعلام كنت في هالمرحلة تمارس العمل الإعلامي في صحيفة الجزيرة في نفس فترة الدراسة؟ لا أنا خلصت الحقيقة هو دخلنا في جريدة الجزيرة مجموعة من الزملاء الحقيقة كان بقيادة الأستاذ خالد المالك الله في عمره رئيس تحرير الآن موجود كان على أيامه شجعنا إحنا شباب كنا أربعة كنت انا والدكتور عبد العزيز المقوشي اللي الملحق التعليمي في لندن الدكتور عبد الملك اللي مسك رئيس هيئه الاذاعه التلفزيون عبد الملك الشلهوب. الشلهوب ايضا كان محمد البدنة اللي الان مدير آه. العلاقات في ال... اشتغل في التلفزيون فتره كمذيع ثم انتقل مدير علاقات في مصلحه, مصلحة المياه الرباعي هذا شكلت جريدة الجزيرة هي الجامعة الحقيقية لخريجين جدد جاءوا يعني آم بشكل آم ما احنا عارفين وش الإعلام وشو كذا شكلت لدينا الكثير من التصورات الإعلامية استطعنا أن نقرأ كثير أن نتعلم من الصحافة كأعتقد أنها هي صنعتنا كأساسيات في الإعلام سواء كان الإعلام المرئي أو المقروء طلب منك انك تغطي الحرب الايرانيه العراقيه صحيح الحقيقه لما بدات نعم لما بدات ولدي صور الحقيقه احتفظ فيها جميله جدا انا بدات في المحليات كان اتذكر اول تحقيق كان عن الطب الشعبي وكنت في ذلك الوقت يعني شاب متحمس وجريء كنت اسجل كثير من التحقيقات عن الخرافات الاشياء اللي انا ماني اصدق فيها اساسا وكانت في ايامها بداياتي الكثير من جريئة جريئة هذه الفترة انك تحكي عن هذه الامور اعتقد كانت جرأة منك نعم أه. وكان الكثير من الاقارب والاصدقاء يقولوا لي ابتعد ترى الموضوع يعني آه يعني ترى يصيبونك الجن ويعملون لك <applause> السحر ويعملون لك فاستمريت الحقيقة كان في الاسماء اللي شجعتني على هذه كان نائب رئيس التحرير ايضا الاستاذ محمد العويل بعدها هذه التحقيقات انتقلت للقسم الرياضي في القسم الرياضي كنت بادئ جديد في شهر تقريبا او كذا استدعاني الاستاذ جاسر الجاسر الله يذكره بالخير كان مسؤول عن الشؤون السياسيه قال لي ابراهيم عندنا تغطيه تروح لك 16 يوم تعمل تحقيقات عن الحرب العراقيه الايرانيه هذه الحرب العراقيه الايرانيه صنعت يعني يمكن هي اللي انا رجعت منها الحقيقه بأشياء كثيرة يمكن عملت تسع تحقيقات في جريدة الجزيرة عن انتصارات الشعب العراقي عن نجاح العراقيين في هذه الحرب استطعت خلال هذه الفترة وأنا في العراق أن أكون يعني علاقات طيبة شخصيات طيبة آخر مرة يعني أخذونا الكثير من الانتصارات لهم كان آخرها سيف سعد أذكرها تماما رحنا يمكن الساعة تقريبا أربع الفجر مع مجموعة من الإعلاميين وأخذونا وجلسونا في زي المعسكر وشرحوا كل الأشياء اللي تصير في يومها يمكن بعدها بنفس الفترة هذه كنا نستمع إلى الخميني وهو يعلن أنه توقف الحرب يعني كنت في العراق كنت في العراق في ذاك الزمن كنت في العراق وانه يعني اتذكر انه قال اتجرع السم كما اتجرع السم اعلن ايقاف الحرب او كذا فانتشرت الفرحه واطلاق النار في الشوارع احنا بالفندق كنا في فندق الرشيد اتذكره تماما فطبعا كانت فرحه كبيره لنا احنا كعرب في انتصار عربي في ذلك الزمن ويعني انتصار كان كبير للعراق والعراقيين الاجمل انه كان في اهتمام من وزاره الاعلام العراقيه بالاعلاميين. عملوا لنا جولات، عملوا لنا اشياء كثيره. ما ترددت انك تنتقل او تغطي جانب حربي يعني تحول من الرياضه الى الحرب، تغطيه حرب. لا هي الحقيقه يعني شوف ما ترددت ابدا لانه كنت انا في بداياتي في في الشباب كذا كنت اقرا عن السياسه. كنت اهتم في السياسة لكن أنا في فترة من الفترات اللي تكونت فيه شخصية الإعلامية وهي إذا أردت أن تستمر في المجال الإعلامي عليك أن تبتعد عن السياسة لأنه عمر السياسيين قصير جدا أو عمر المحللين السياسيين أو الإعلاميين السياسيين هو عمر قصير جدا في غلطة تنتهي تاريخك السياسي في غلطة بسيطة طبعاً في جمله في تصور في راي تنتهي تماما في في الاعلام السياسي لكن في الرياضه تغلط عشر مرات يسامحونك <applause> تغلط مئة مره يسامحونك لك تجربه اخرى ايضا في الحرب الاعلاميه قدت المركز الاعلامي في حرب الخليج صحيح ولا زال احتفظ بصور جميله الحقيقه مركز المركز الاعلامي في حرب الخليج تحرير الكويت كان في فندق حياه ريجنسي وكان المتحدث الرسمي موجود واستلمنا المركز مع مجموعه من الزملاء، انا كنت مدير المركز الاعلامي في ذلك الزمن وكان كنت قد وصلت من دراسه دوره في اعلاميه الكوميونيكيشن سكيلز مهارات الاتصال وعينت ان اكون في هذا المركز. طبعا استمرينا فيه الحقيقه حتى بعد التحرير طلعنا بالاعلاميين للكويت، طلعنا بهم الى طبعا كنا كان هناك يعني عمل ونشاط متواصل في المركز الاعلامي كان الجيش الامريكي المتحدث الامريكي كان المتحدث السعودي كان كان كل هذه تصنع شخصيات اعلاميه سعوديه في هذا المجال لكن كان دورنا تنظيمي وارشادي وايضا يعني اكثر الاهتمام بالناس الاعلاميين كان هناك قنوات فضائيه كان هناك ايضا صحفيين كنا نسهل جميع امورهم وننقلهم سواء كانوا من الرياض الى الظهران او من الرياض الى يعني بيسافروا برا او كذا او يعني كنا معهم في في تواصل ممتاز. تجربه اعتقد من اجمل التجارب اللي قدمناها في سواء خدمه الاعلاميين في في ذلك الزمن وفي في في الحقيقه يعني ذكريات جميله جدا سواء كانت ايام الصواريخ اللي كانت تنزل على الرياض كنا عملنا الكرو اللي هو جروب من يخرج ليتابع فين سقط هالصاروخ او وين دمر هالصاروخ في المكان الفلاني. و يعني ذكريات جميله كان الفريق العمل فريق عمل واحد، الاذاعه، التلفزيون السعودي، القنوات اللي كانت تغطي فكانت ايام رغم انها كانت ايام يعني عصيبه لكن كانت ايام فيها حب العمل، فيها ايضا الوصول إلى تقديم شيء يخدم المملكه العربيه السعوديه، سواء من نقل الحدث الاعلامي او الخبر الاعلامي او الصوره الى الخارج المملكه، وهذا كان شيء اعتبره يعني نقطه مهمه في تاريخي. استاذ ابراهيم الجابر اعود معك ايضا للصحافه، ويمكن كان لك تجربه الصحافه الفنيه او كتبت في الصحافه الفنيه او المجال الفني. صحيح. كيف جت معك هذه التجربة وبدايتها؟ والله شوف التجربة كانت يعني تجربة بالنسبة لي أنا أعتقدها أنها تجربة كان فيها ورطة الحقيقة <applause> كتبت في الصحافة الفنية زميل لي كان هو مسؤول عن القسم الفني أو نائب رئيس القسم الفني <applause> زميل سعد المصبح وكان في عبد الرحمن بحير الله يذكره بالخير هو رئيس القسم الفني في جريدة الجزيرة فطلبوا مني مشاركات أن أكتب مقالات أن أكتب شيء عن في ذلك الزمن عن الفن ف من الاشياء اللي انا كتبتها الحقيقه وندمت اني كتبتها الحقيقه لانه بالفعل كتبتها بطريقه استفز جمهور فنان العرب فنان الكبير محمد عبده كتبت مقال اتذكره حتى الان محمد عبده لا يطرب كان العنوان بس الكلام اللي انا كنت كاتبه انه كان على بدايه النشيد الوطني فوق هام السحب للشاعر الكبير الامير بدر بن عبد المحسن وذكرت في المقال قلت انه بدر الامير بدر بن عبد المحسن اعاد محمد عبده الى عالم مختلف تماما في على مستوى فني راقي جدا احساس كبير من محمد عبده و انه بالفعل يعني ساهم الامير بدر بن عبد المحسن في تقديم محمد عبده بصوره مختلفه في الوقت اللي كان فيه فوقها من كانت هي الاغنيه الاولى سواء على مستوى الوطن، كانت تغنى ايضا في خارج المملكه. هذا المقال سبب لي الكثير من الازعاج. كان في صفحه في جريده الجزيره اسمها عزيزتي الجزيره، اصبحت تكتب على مدى ثلاثه اشهر كل الكلمات والمفردات والعبارات اللي كانوا ينقحونها الشباب شويه عن انه كذا انه قاعد ابراهيم الجابر ليش يكتب عن محمد عبده؟ ليش يقول محمد عبده لا يطرب؟ ليش المقال هذا ايش معنى يعني؟ هل هو يعني يعتقد انه فنان محمد ابراهيم الجابر هذا يعشق طلال او انه كذا انا في ذلك الزمن انا ادركت تماما انه جمهور الفنانين جمهور كبير جدا وانه جمهور يجب ان ان تعطيهم ما يريدون. لا, لا لا تضع اراء قابله لي لي لانك يعني تفسر تفسير اخر. هذه من المواقف اللي انا اتذكرها. وابتعدت عن الرياض عن الفن بعدها ولا والله كتب ولا كتبت في الفن الحقيقه يعني مقالات عديده الحقيقه لكن هذا الابرز مقال كتبته انه فنان محمد عبد لا يطرب. هذا لا زال اتذكره هل فعلاً, فعلا كما قالوا انه انت كنت تحب طلال مداح اكثر الله يرحمه ولا لا والله شوف انا انا بكل امانه يعني انا فنان يعني اعشق محمد عبده بكل تاكيد طيب يعني. ليش قلت ما يطرب او لا يطرب لا كانت هي هي العنوان عشان يكون العنوان جذاب ويشد الناس ويقراه الناس تماما لا بد ان تكتب عنوان مثير عنوان يشد فكتب محمد عبده لا يطرب للعالم كلها لكن تصور انه في الليل اللي صدر فيها المقال الجزيرة كان فيها سنترال فمن كثر ما يحاولوا على المكتب عندي مثلا وأرد على الناس أيوة. وأستقبلهم فكان يقول لهم بعد يمكن ساعتين أو ثلاث اقول لك مثلا ابراهيم الجابر يقول مو فيه ما هو موجود ما هو موجود لكثره العالم اللي كانت تتصل ومتحمسه وتسئ ويعني وكان وكانوا كانوا حتى يعني بعضهم خال فاقد اعصابه فلذلك اتذكر هذا المقال، الفن ممتع جميل جدا ان تعيش في الفن وجمهور آه الفن وجمهور الفن أيضاً. زي الجمهور الرياضي متعصب في تعصب او فيه آه شعب لا جمهور أشيء. الجمهور الرياضي رقم واحد في الـ في الـ في الـ في التعصب في الانتماء قوة الانتماء الجمهور الفن جمهور رقيق يعني جمهور الحقيقة يعني فيه يعني بيتحمس بي بي مع مثلا محمد عبده، هذا محمد عبده مع طلال مع طلال لكنه لا يسيء للجمهور الاخر. يعني لا لا تجد مثلا تصادم بينهم. اوكي انت طلالي خليك طلال، انت محمد عبدو خليك محمد عبده. لكن جمهور الرياضه لا اما ان تكون تعشق فريقك او تكون انت ضدي. يعني ما في خيارات. الشيء الاخر يعني بعد خروج مثلا محمد عبده هناك كثير من الفنانين الآن يعني مثل راشد الماجد رابح صقر الجيل الآخر الجيل الثالث اللي يعتبر بعد الجيل الثاني ربما في جيل لم يسمح له نجومية لم تسمح له نجومية محمد عبده وطلال مداح في البروز في أسماء عديدة يعني لا تذكر الآن منها لكن في يعني أسماء كثيرة عبادي الجوهر عبد المجيد عبد الله نجوم كبار يعني الراشد الماجد رابح صقر كل هذه الأسماء اللي أنا أذكرها الآن هي في الواقع في تاريخ الفن السعودي وفي تاريخ الأغنية السعودية جميل خليني أجي معك المرحلة اللي هي المرحلة العمل في وزارة الإعلام السعودية وهذه الفترة يعني تقلت فيها بعض المناصب نعم وزارة الثقافة والإعلام أنا بالنسبة لي في تاريخ العملي أعتقد أني راضي عن كل ما قدمته الحقيقة أنا عملت في مجال العلاقات العامة وصلت إلى مدير العلاقات العامة ثم مدير لإدارة المعارض والمؤتمرات تم تأسيسها وكانت جميلة جدا الفترة اللي بديت فيها في العلاقات العامة استقبلنا الكثير يعني كان العلاقات العامه عباره عن استقبال لوسائل الاعلام الاجنبيه اللي تكتب عن المملكه او تتكلم عن المملكه سواء كانت في الصحافه على مجد كان لها مجد في الصحافه المقروءه سواء كانت مجلات او صحافه. كنا نستقبل كثير من الوفود هذه الوفود اللي كان لها حضور جميل جدا للتغطيه المملكه في انطلاقه المملكه العربيه السعوديه. القنوات الفضائية أيضا، آه الـ الإعلام الأجنبي اللي استقبلناه آه يعني على مدى أكثر من 20 سنة ونستقبل مثلا وفود إعلامية من أمريكا، من أوروبا، من الوطن العربي، من كل مكان كان هدفنا هو يعني عمل آه تقديم شيء عن المملكة العربية السعودية. أتصور أخوي محمد إنه في هالفترة اللي أنا اشتغلت فيها وزارة الإعلام والثقافة والإعلام انه رضيت تمام الرضا اني قدمت شيء لوطني للمملكه العربيه السعوديه عندما اتوجه من فجر قبل طلوع الشمس مع تلفزيون الماني او تلفزيون بلجيكي واخرج للصحراء مثلا ثم ادخل الى المدينه ثم كلها عمليات تصوير وعمليه نقل عن المشي المملكه العربيه السعوديه هذه المرحله كانت عندي في تمام الرضا بعدها انتقلت الى قسم اداره وكانت تلك الاداره ايضا أسسناها هي إدارة المعارض والمؤتمرات كان فيها شخصيات الحقيقة استفدنا منهم كثير وكلا دعم وتشجيع من وزراء إعلام سابقين وكلا أيضا أتذكر الدكتور شهاب جمجوم تعلمنا منه الكثير في المعارض الخارجية الأستاذ محمد الثنيان وكيل وزارة للمساعد الإعلام الخارجي شخصية لا أنساها أبداً الحقيقة، شخصية إعلامية كبيرة ليست في المعارض فقط لكن حتى في الإعلام السعودي بشكل عام كان له تأثير كبير، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سلطان بن عبد العزيز كان له يعني تأثير كبير على شخصيتي أنا وعلى الإعلام السعودي بشكل عام، في حين كان لا يحب الظهور أبداً في في إنه يتحدث عن نفسه أو يتحدث عن شخصيته الإعلامية. الـ 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 وزارة الإعلام بالنسبة لي تاريخ آه يعني قدمت فيه الكثير من 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 شبابي ومن جهدي ومن عطائي. آه اعتقد انه آه مجال الصحافه ومجال التعليق كان هوايه بالنسبه لي انما عملي الرئيسي هو كان في العلاقات العامه وزاره الثقافه والاعلام ومن ثم في اداره المعارض والمؤتمرات شاركت في الكثير من المعارض معارض اكسبو معارض المملكه بين الامس واليوم اذكر شاركت في معرض القاهره، معرض اسبانيا اشبيليا، شاركنا في كندا في في القاهره في 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 كثير من المشاركات الحقيقه، هذه الفتره الحقيقه اللي اعتقد انه بالفعل نجحت وزاره الثقافه والاعلام في تقديم صوره مشرفه للمملكه العربيه السعوديه. استاذ ابراهيم خليني اجي معك تجربه التعليق الرياضي. هذه التجربه كيف بدات معك وهل انت يعني كنت وانت صغير يعني تحب تصير معلق؟ كيف بدا معك التعليق الرياضي؟ نعم الحقيقه يعني بالفعل يعني انا انا من من كنت صغير الحقيقه في ذلك م. الزمن ومنذ بدايه متابعتي لكره القدم وخاصه التلفزيون الـ 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 يمكن انا من الجيل اللي بدا يتابع المعلقين الكبار القدماء علي داوود محمد رمضان زاهد قدسي اكرم صالح الله يرحمه كلهم لكن في ذلك الفتره وفي عمر صغير جدا يعني من حيوصلني الى التلفزيون اللي طالع يشرح ويتكلم ويعلق على هالمباريات كان عشق لي انا يعني فعلا عشق استمرت معي الحقيقة إلين دخلت الصحافة بدأت الهاجس أنه كيف أصل يعني في ذلك الزمن من الصعب أن تصبح معلق أو تقدم على معلق رياضي خاصة المعلقين كانوا يعدوا على أصابع يعني ما كان في ذاك الكم الهائل من المعلقين يعني بالصدفة كذا سبحان الله العظيم كنت أتكلم مع uh, كنت مرافق لوفد إعلامي إماراتي كان فيه المعلق عدنان حمد في ذلك الزمن عام كم هالكلام؟ هالكلام يمكن تقريبا يمكن 1403 1402 انت اول مره بدات تفكر في التعليق كم كان عمرك او بدات لا 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 مبكرا هيك. جدا يعني انا اتذكر انه كان في في المرحله المتوسطه يعني في مرحله المتوسط كنت كنت مش الابتدائي يعني في المرحله المتوسطه كنت اعشق التعليق احيانا اسمع واقلد بس ما كان في عندي الـ الـ انه انا داخليا انه وين باصل هذولي؟ هذولي وين؟ كنا نشوفهم يعني عمالقه الين تعديت فتره المرحله اللي وصلنا فيها اللي هي مرحله ما بعد التخرج من الجامعه م. بديت في الصحافه سقلت في الصحافه ك كاعلامي يعني الصحافه اللي يدخل تخرج من الصحافه هو يصبح جزء من حياتك في الاعلام يعني تصنعه في تصنع رجل اعلامي متمكن من هنا بدات عندي تتشكل شخصيه المعلق وانه انا حكون معلق. في الثانويه قررت مع بعض من الزملاء يعني الزملاء نتحدث معهم وكان بالمناسبه يعني كنت في دوري الحواري وكذا والاشياء اللي في الحاره يعني كان في ملاعب ترابية وكان في كذا وكان في الله يذكره بالخير أيضا الأستاذ عبد الله العثمان كان عنده دوري في في حي الشفا وكان هذا الدوري بالنسبة لنا دوري يجي فيه نجوم كرة القدم كلهم فأنا كنت ألعب في ذاك الدوري بعدين قلت عبد الله والله يا أخي أنا ودي أعلق قال بكرة أركب لك ميكروفونات الله بس لازم تجي كل مباراة قلت أجي ولكن تتصور اني اعلق في جو كان ملعب ترابي في ذلك الزمن اللي قاعد يسمعون الـ الـ الكلام في منهم كان طبعا يعلق وكان منهم يعني تعليقات لأنه هذا وينك انت التعليق ما لا تعليق التعليق لازم تروح معلق غير ما يصلح هذا يصلح هذا جاتك تعليقات احبطتك يعني ولا لا لا التعليقات كانت مش محبطه لانه ايه شوف الانسان لما يكون عنده عزيمه عنده اصرار على شيء آه الحمد لله يعني شوف انا رغم كل ما جاني في التعليق الرياضي لكن كان عندي قوة إرادة، كان عندي إصرار، كان عندي عزيمة أنه في كل عمل لابد أن تجد من يقمعك، في كل عمل لابد أن تجد من يحاول أن يحبطك، لكن أنت تحقق هدفك عندما تريد أن 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 أصبح معلق رياضي وأصبحت معلق رياضي. وقصة عام 1403 هذه اللي قلت مع المعلق الإماراتي أو الوفد الإماراتي. اي الزميل عدنان حمد كان معلق وكنت أنا معجب. الوفد الاعلامي هذا كلفت من قبل مدير العلاقات العامه ذلك الزمان ان ارافق هذا الوفد الاعلامي اللي هو في تلفزيون الامارات فوجدت عدنان جالس كذا و فبالصدفه كذا جلست جنبه كان كاس اسيا اتذكر كان كنت معهم ورحنا نعمل لقاء مع الشيخ حمدان بن زايد اللي كان وزير الخارجيه والان فكان هو رئيس اتحاد كره القدم فالمنظر انا داخل طبعا فعدنان عشان يعرفني على الناس اللي معاه او كذا قال ابراهيم الجابر معلق رياضي ما قال مرافق من وزاره الاعلام قال ترى حيكون معلق رياضي فكان ابو حمد بالنسبه لي صنع فيني تلك الفكره انه والله وبعدين طلعت قلت ابو حمد كيف انا اصير معلق رياضي؟ قال بتصير معلق رياضي اجتهد وصدقني حتطلع تعال جنبي بس فجلست جنبه اسمع وش قاعد يقول من تلك الفتره الين ما تقدمت كان الهاجس انه يعني المساله بسيطه لكن خلي انتظر الفرصه الفرصة هذه جتني في مباراة الرشيد العراقي والاتحاد السعودي في في البطولة العربية. كنت أغطي لجريدة الجزيرة وكان مقاعد في باب يخرج على مقاعد الاعلاميين من داخل الكبائن التعليق ف وانا مار كذا الا يقول لي الاستاذ خالد حسين الله يذكره بالخير سو تجربه تجربه ايش تجربه التعليق طبعا ذاك الوقت انا عارف الجزيره عارف الاسماء وعارف اللاعبين وعارف فعملت تجربه تجربه كامله خرجت من التجربه قلت له ها خالد قال والله شف أه وسبق انه تكلمت انا كنت اتكلم مع, مع الاستاذ منصور الخضيري أه مع الدكتور صالح بن ناصر الله يذكره بالخير أه انه يعني التعليق الرياضي جميل وكذا فقال لي خلاص في ذلك الزمن رحنا معرض اكسبو في كندا مع العمل عندي فتفاجات الى الى اتصال يقول لي مبروك ابراهيم اعتمدكم الامير فيصل الامير فيصل بن فهد انت وناصر الاحمد وش اعتمدنا؟ قال معلقين. طبعا كانت يعني ما كان سريع المفاجأة مفاجأة فكانت ايام جميله الحقيقه يعني. كان في اعتراض عليكم؟ والله سمعنا من بعض الاسماء الكبيره يعني من لا بعض المعلقين لا مش من الاسماء الكبيره من من المستشارين او من بعض المعلقين انه يعني هذول لسه صغار 23 سنة 22 سنة كيف تحطهم فالأمير فيصل الله يرحمه كان له نظرة قال هذول يكبرون وهذول حيكون لهم نجوم فبالفعل يعني انطلقنا انطلاقة كانت أمام عمالقة لا يمكن أن يعني في ذلك الزمن أن تقول والله أنا مثلا في علي داوود زاهد قدسي محمد رمضان سليمان العيسى رحمة الله عليه في هال أكرم صالح في في الخليج خالد الحربان، يوسف سيف، اسماء كبيره يعني واسماء كانت بالنسبه لنا احنا انه مبتدئين في فتره زمنيه الحقيقه بفضل الله ثم بفضل الاجتهاد، بفضل دعم المسؤولين يعني كان الامير فيصل رحمه الله عليه داعم ايضا لا انسى يعني الدكتور صالح بن ناصر كان له يعني نظره ثاقبه جدا في المعلقين ورغم انه الله يذكره بالخير كان شوي يعني رجل تربوي تعليمي بين القسوة وبين التعليم يعني يقسو عليك أحيانا لا أنت غلطت أنت سويت كذا لازم تشوف حالة يعني تشوف كذا تشوف كذا ورغم كذا هو يدعمك وأنت ما تحس أنه هذا الرجل قاعد يصنعك للمستقبل مواقف كثيرة وعديدة الحقيقة جميل كان في قيود يعني على كان في قيود على المعلق كان في شيء مرسوم للمعلق أنه لا تخرج عن النص فقط وصف فقط وصف يعني لا لا تخرج كثيرا عن نص المباراه. اكثر شيء تعتقد انك خرجت فيه في يعني خرجت عن النص في تلك الفترة؟ والله كثير الحقيقة يعني انا انا من المعلقين اللي تعرضوا للكثير من الايقافات والكثير من المساءلات لاني اعشق كرة القدم وبالنسبة لي التعليق الرياضي هواية وليس وليس عمل او احتراف. فكنت اعشق لما لما اجي اعلق على المباراه كاني العب معهم كاني داخل الملعب فافقد الكثير من اللي هو اللي يسمونه في التعليق الرياضي انه الحس اللي هو الحس الرسمي او او السيطره الذاتيه انه خليك رسمي انتبه لا يوقفونك لا يستدعونك لا كذا لا, لا 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 الى اخره لك تتصور انه من اول مباراه يعني تعرف كان التحكيم ممنوع تتناقش فيه او او تنتقد اي شيء فيه. أذكرها اول مباراه لمباراه الوحده والهلال في ملعب الملز. واول مباراه وكنت في قمه نشوه الفرح و وانه معلق وواثق من نفسي واتكلم نسيت انهم يقولوا الحكام لا تنتقدوهم. فجاء هدف للهلال والغي. رفع الرايه الحكم. أنا في الزاوية اللي أشوف فيها الحكم وأشوف الخط يعني أشوف اللاعب ما كان متسلل. فجلست دقيقتين أشرح إنه هذا الهدف مو تسلل وإنه الهدف صحيح هلالي صحيح وإنه فمن ذلك الزمان على طول أنا طالع قالوا الدكتور صالح بن ناصر الله يذكره بالخير في الدور التاسع ينتظرك في رعاية الشباب. انت توقعت الموضوع على الـ ما توقعت انه على الهدف توقعته بيقول شكرا و... واداء جميل و... فقال لي والله انا ابراهيم انا مستدعيك على الهدف اللي انت الحكم الغاه وانت اكدته وكان عندك خبر انه ما تتعلقوا على الاهداف ما تتعلقوا على قرارات الحكام فقلت اوكي انا اسف يا دكتور واشكرك على دعمك وتوجيهك وكذا قال لا بس انت شد حيلك وتعرف هذه المباراه ترى مو كل واحد نعطيه الميكروفون وانتبه وقلت ان شاء الله أنت فهذه اول مباراه اثبتت ل... على نفسك هنا إيه؟ <applause> ال 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 الاتهام اللي كان يقال في البدايه انك ميولك هلاليه او انه انت تدافع عن الهلال من ذلك التاريخ <applause> من اول مباراه <applause> من اول مباراه <تصفيق> <تصفيق> مع العلم انه يعني كنت اتمتع بشهاده كبيره من الراحل الامير عبد الرحمن بن سعود كان كان بالنسبه يعني شخصيه آه يعني كان طلبني في في كذا مباراه ان اعلق على مباريات النصر الخارجيه ويمكن محمد اقولها اذا كان اتذكر يعني شوف رغم انه كان الكثير يقول ابراهيم الجابر هلالي ابراهيم الجابر اخو سامي ابراهيم الجابر كذا لكن كان في هلاليين غير راضين انت قاعد تجامل على حساب الهلال عشان ما يقولون لك هلالي النصراويين كانوا يقولون والله هذا هلالي لكن في قصه ما انساها الحقيقه اللي الامير الراحل الامير عبد الرحمن بن سعود وكان حكاها لي الامير فيصل رحمه الله عليه في البطوله العربيه كنت جاي اسلم عليه في الفندق في لبنان في البطوله البطوله الالعاب العربيه وكان بحضور الامير الوليد بن بدر موجود فقال لي ابراهيم انا كلمني الامير عبد الرحمن بن سعود في الليل وقلت له خليه يكلمني بكره الصباح قال لا ابغاه ضروري والمهم يقول كلمته قلت له خير ان شاء الله امير عبد الرحمن قال ابغى ابراهيم الجابر يعلق على مباراتنا مع فريق صيني في البطوله الاسيويه. ف قلت له تعرف ابراهيم؟ ابراهيم اخو سامي وهلالي قال لا بس نبيه. في ذلك الوقت كان ايام البيجر فكان البيجر عندي متواصل من كل طالع ارقام كثيره يعني ما كان يعني شو القصه يعني ما ماني عارف وكنت انا في الثمامه في البر. ف قلت خير ان شاء الله. فالمهم انتهى الامير فيصل من شرح القصه. ف ذاك اليوم بالفعل كان البيجر مليان، رجعت ادق على الرقم والقى من رعايه الشباب والقى من رعايه الشباب والقى من المعلقين ولقى... قال يقول لك بكره علق. كان جاي معلق زميل من جده على اساس يعلق على المباراه. مكلف يعني خالص جاي الرياض هو. فانا طيب موجود زميلنا هذا واحراج وقال ما لك علاقه يا اخوي الرجل جاء جاء امر انك تعلق، ما لك علاقه هي يجي من جده ما يجي ما يتعلق انت. قلت ان شاء الله. علقنا المباراه، هذه من الاشياء اللي انا اعتقد انها اعتز فيها لذلك الرجل الامير اللي واحد من رموز الرياضه في المملكه العربيه السعوديه. ما كان يعني يعتقد انه والله هذا خلالي ولا هذا كذا ورغم كذا كان مصر على ان يعلق على تلك المباراه في كثير من المباريات التقيه عبد الامير عبد الرحمن ف يعني النصراويين ينقلون على الامير عبد الرحمن انه ترى يعني يحب انك تعلق على مبارياتهم وعلى مباريات النصر وعلى مباريات كذا فهذا شيء جميل يعني انت تشاهد في اختلاف لكن في وجهات النظر في يمكن في أكثر من مرة طلب منك ما تعلق مباريات النصر من إدارة النصر؟ لا مع الأسف من الهلال. وهذا شيء محمد لأول مرة أعترف فيه. في بعض الشخصيات الهلالية طلبت من ال من من لجنة المعلقين إنه ما أعلق مباريات الهلال. آه ما أعرف يعني الأسباب اللي والله شوف هي أحيانا شوف ترى احنا نتحدث عن أشياء ماضية وسابقة وما احنا متأكدين منها بس الأشياء اللي حدثت ربما تكون شخصية يعني ما حتكون مثلا والله قاصدينها مثلا نبغى فلان ونبغى فلان ونبغى فلان لكن اللي حدث أنه هذه الشخصيات مثلا أنا رجل بطبيعتي يعني جريء ما يعني الفريق الهلال سيء اللاعبين هذول لازم يتغيرون المدرب كذا م. الاداره تخطئ فانا اتكلم طبعا لانه جزء من 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 مهنتك انت ان تتحدث بصدق وان تنقل بصدق لا ان تجامل مثلا اداره نادي الهلال او لاعبي الهلال او كذا من هذه الاشياء بعض الشخصيات الهلاليه فضلت انه لا اعلق على الهلال في اسماء تذكرها يعني والله من اللي آه من اللي طلب انه ابراهيم إن الجابر ما يعلق؟ في اسماء لكن يعني انا آه يعني نقول يعني الله يسامح الجميع. آه ما ذكر لي في في كثير من المناسبات انه يعني محاولات بعض المحاولات لكن نقول الله يسامحهم. عموما بس في في اخر يعني في اخرين برضو كانوا يتقبلون النقد، يتقبلون الـ الـ الانتقاد الـ 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 الوضوح في الصورة كانوا يتقبلون منهم الأمير عبد الله بن سعد الله يرحمه أتذكر أنه كان الأمير عبد الله وكنت في جريدة الجزيرة فكان كان دينه يشرك سامي الجابر في مباراة الأهلي وهو كان عمره 17 سنة فكتبت مقال على أربع أعمدة كان دينه ماذا تصنع فتصور الأمير عبد الله عشان يقنعك أو يتكلم معك الصدفة كنت انا والمرحوم محمد الكثير الله يرحمه كنا في التخصصي بشارع شارع التخصصي. او الصدفة اللي يسلم ويأشر وقفوا. فالأمير عبد الله جل وقف وقال شلون؟ انا ابراهيم كيف الحال؟ شلونك؟ انا اهنيك على انتقادك لإشراك كاندينو سامي وعمره يعني كان ذاك الوقت عمره 17 سنة. ولكن ابراهيم متى تبغانا اللعبة لازم انت تعرف انه هذا الملعب هذا الآن ما يلعب. وتو صغير لازم يشترك في المباريات هذه حتى لو كان الاهلي كان الاهلي فايز بس لازم يشتركوا وانا احييك وشوف اي انتقاد اي شيء خذ راحتك من هنا جاء رئيس نادي الهلال اعطاك صوره مختلفه واعطاك دعم اكبر انه انتقد لا كل شيء تمدحنا تمدحنا هذه الجوانب اللي كنت أتحدث عنها في الرياضة أو في كرة القدم هذه اللي خلت الهلاليين يطالبون أنه ما تعلق على مبارياتهم يعني انتقادك الانتقاد تدخلك يمكن أحيانا يعني أحيانا انتقاد في الإدارة م. في المدربين أما في من النصر ما جاء أي طلب و... و... لم, لم يذكر لي من لجنة المعلقين أنه النصر رفضوا أو طلبوا معلق غير إبراهيم الجابر طيب ليش دائما يعني يذكر النصراويين او الجمهور الاخر اللي هو جمهور يعني الانديه الاخرى انه دائما ابراهيم الجابر يعني يتحيز للكابتن سامي الجابر شقيقكم نعم شوف هو ترى صوره ذهنيه لن تغيرها لقاءات ولن تغيرها مباريات ولن تغيرها اي شيء كان لكن الواقع انه سامي الجابر في قمه عطاء في قمه يعني المستوى في تألقه في تسجيل الأهداف كان نجم في ذلك الزمن يعني من من الظلم أن لا أتحدث عن سامي الجابر آه يعني آه أن لا أتحدث عن سامي الجابر هو في كامل نجوميته كان يصنع يسجل له تاريخ هداف الدوري آه أتعامل معه كأي نجم كرة قدم وليس كأخ لكن رضاء الناس غاية لا تدرك أنه والله يبغاك يعني بطولات عربية بطولات أسيوية سامي قدم الكثير للهلال وللمنتخب فهل تريدني مثلا أنه والله أصمت عندما تكون كرة مع سامي حتى يقول والله هذا مو هلالي أو أنه ما يجامل أخوه لا أنا أعلق سامي الجابر ككل نجوم المنتخب بس ما شعرت أنه في يوم من الأيام أنه أنت وللأمانة يعني هل م. شعرت في يوم من الأيام أنه أنت تحيزت لسامي الجابر كشقيق يعني خرج شعور الأخ المحب أبدا والله شوف يعني أنا أنا أحيانا أتذكر مباريات معلقين قالوا عن سامي أكثر مما قاله إبراهيم الجابر وهذه حزت في نفسي أنه أخوي مفروض أنا أقول عنها الكلام لكن هم قالوا أفضل مما قلت وصنعوا بكلمات جميلة تاريخ سامي إلى الآن لكن أنا يمكن الكلمة اللي تيجي مني بعشرة من المعلقين م. الآخرين أو مئة من المعلقين الآخرين لكن هو سامي فرض نفسه الحقيقة وأنا أتكلم عن سامي الجابر كنجم من نجوم المنتخب الوطني من نجوم م. نادي الهلال من الأسماء اللي سطرت تاريخ كرة القدم السعودية لكن أخي محمد ترى رضاء الناس غاية لا تدرك لكن أنا راضي عن تاريخي راضي عن التعليق على الطريقة الجابرية دائما تقول ايش قصته هذه على الطريقه الماجديه هذه من الايقافات التي طالت ابراهيم الجابر ويمكن اتحدث فيها لاول مره وباريحيه الحقيقه محمد المباراه هذه كانت مباراه بين الهلال والنصر سجل ماجد عبد الله هدف فقلت هدف على الطريقه الماجديه سجل سامي ففي يعني ذهني اشياء كثيره بس قلت وعلى الطريقه الجابريه. فالطريقه الماجديه والطريقه الجابريه اصبحت كلمه تردد من, من سنين ترى يعني من اكثر من 25 سنه. مم. هذه الكلمتين اللي جت آه هي جزء من من الذكرى تتذكر بها معلقين او تتذكر بها شخص قال هذه الكلمات. مم. لكن مع الاسف تعرضت للايقاف ايضا. استدعيت في رعايه الشباب مم. و بلغت انه ايقافي حتى اشعار اخر على هذه الطريقه. طبعا انا لا اريد ان اتذكر تلك الطريقه لكن كنت اناقش يعني ما فيها شيء يعني طريقه ماجديه وطريقه جبريه. فقالوا لا انت ربطتها باشياء انا ما لي علاقه في السياسه ولا كان على وقتها كان خطف الطائره الكويتيه الطائره الجابرية اللي في ذلك الزمن كان في طائره مخطوفه كويتيه معروفه فربطت الطريقه الجابريه على الطائره الكويتيه المخطوفه وهنا بديت انا يعني احسب كل الكلمات يعني بديت م. الان انت آه قلت خلاص يعني ما دام انه وصلت عندي الان كل مره استدعى وكل مره قضيه وكل مره ليش قلت وما قلت فصار عندي عادي اقول اختاروا اللي تبغون توقفوني عليه او اختاروا اللي انتم تبغوا تحاسبوني عليه وخلوا الباقي يسمع الجمهور فهذه كم كانت كان كم كان ايقافك؟ كم؟ ما كانت طويله والله ما كانت يعني يمكن تقريبا مبارتين ثلاث كذا يعني مبارتين تقريبا اسبوع اسبوعين في, في, في المباراه في ايقاف اخر لك اللي هو كان الهدف هدف خالد الكيماوي خالد التماوي لما قلت صاروخ ارض جو ارض جو هنا 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 بدانا الحقيقه <applause> نرجع للصواريخ انت تجربتك من ايام حرب الايرانيه العراقيه متاثر <applause> نعم <في تصفيق> <applause> متاثر بالصواريخ الحقيقه هدف التيماوي كان في النادي الاهلي وكان التنافس بين الاهلي والهلال على اشده وكان الصحافه يعني ما ما احترامي وتقديري انا لم اعي تلك الفتره انه كان فيه توتر او كان فيه قلق او كان فيه شحن نفسي للصحافه في بين بين صحافه المنطقه الغربيه والصحافه المنطقه الوسطى، انا معلق لم اتصور ذلك الزمن انه فيه هلال واهلي وكان في تنافس وكان في مشاكل بينهم فالكلمة ما كانت يعني تستحق ان تكتب فيها صفحات من الجرائد على مدى اكثر من شهر انه ابراهيم الجابر قال إبراهيم الجابر، العباره انه بعد الهدف هدف جميل كان للتيماوي. وهدف كان ملعوب يعني في في روح الهلال وفي روح كرة القدم الجميلة فتسجل هدف فلعبها تيماوي وجت في المرمى بشكل جميل فقلت صاروخ أرض جو يصل أنا كنت أبغى أقول مرمى الأهلي في جدة فسقطت مرمى الأهلي فقالت في جدة طبعا صارت قضية خرجت للتليفون طالع مش فيك؟ والله يا أخي كيف انت تطلق صواريخ وكيف انت انت منصه <applause> صواريخ انت ما ادري ايش، قلت يا اخي كلمه سقطت في المرمى الاهلي في جده، ما مع انا ما لا انت الان و... الا بكره شهر كامل ويكتب بطريقه، طبعا بلغت ايقاف ابراهيم الجابر. تعودت في ذلك الزمن خلاص يعني صرت تعودت لكن هذه شكلت بالنسبه لي تاريخ حزين انه والله انا اوقف ابدا اشوف السبب يعني وش اللي حتى لو قال يعني في مرمى الاهلي او في كذا، فقال لك لا انها هذه فسرت بتفسيرات اخرى، يا اخي من يفسر على كيفه هو تفسيرات، لكن هذا 90 دقيقة الان وانت تطلق هذه التسعين دقيقة في كلمات تخرج منك، لكن هذه هذه بالذات قررت فيها ان اودع المجال الرياضي، خلاص يعني تعرف اللي اي كلمه بكره قد تسجل عليك انه هذا جريمه وليست تعليق رياضي وليست ترفيه وليست هوايه وليست قضيه كره قدم اصبحت بالنسبه لي كانها هاجس انه والله وقفوه جيبوه ودوه قلت خلاص خرجت منها، المهم بلغت في اليوم الثالث من وكيل وزاره الاعلام رغم اني كنت اعلق وين؟ في الاي ار تي يعني ما كنت أعلق في التلفزيون السعودي فبلغت من وكيل وزارة الإعلام المرحوم معتوق شلبي بأنه أنا موقوف حتى إشعار آخر قلت خير إن شاء الله يعني خلاص نترك هذا المجال أه اللي أعادني لهذا المجال الحقيقة الأمير سلطان بن فهد الأمير فيصل بن فهد أه كنت أنا مع الإعلام الخارجي في وزارة الثقافة والإعلام نقيم معرض ونشاط مصاحب لكأس العالم في في فرنسا 98 فعمل الأمير فيصل غدا وجيت أسلم عليه من ضمنهم فقال الأمير سلطان ابتسم قال الأمير فيصل الله يرحمه قال هذا إبراهيم الجابر طال عمرك ترى موقوف قال فتن فيصل قال ليش موقوف كان في ذلك الزمن الأمير فيصل مع والدته تعالج في أمريكا ورجع على باريس فقال ليش موقوف إبراهيم هو عارف القصة بس يبغى يسمع مني قلت والله طال عمرك أنا كنت أبغى أقول كنت صاروخ يصل مرمى الأهلي في جدة وراح جدة قال حافظ طيب حافظ على كلماتك <مأ Surla> ركز لا تنفعل حاول يعني شوي تهدي أعصابك لا ت ت ت <مأن> الانفعال ترى ما ينفع لكن التفت على أمير سلطان قال لها جاكم شيء مكتوب قال لا ما عندنا شفوا يبلغنا قال خلاص ابراهيم ترجع وتنتبه لنفسك في ذلك الزمن انا حسيت انه فعلا يعني كيف الرجل اعادك للتعليق الرياضي كيف استطاع ان يمتص ال الاشياء اللي كانت داخلي انه خلاص ما عاد ابغى تعليق ولا ابغى رياضه رجعت وعلقت بعدها صارت تطاردني هذا الصاروخ يطاردني في كل مكان محمد <applause> <applause> اتذكر في مطار جده بعدها يمكن ستة شهور بسنه فجاي على التفتيش جهاز التفتيش حطيت الشنطة حقتي ومر إلا واحد من المفتشين هذا العسكر قال لي ها ابراهيم معك صواريخ ارتعت وين؟ نسي ناسي الموضوع معك صواريخ قلت اي صواريخ؟ قال صاروخ يصل جده قلت يا شيخ فجعتني انا شنطه فيها صاروخ ما حفظ. فمن الاشياء حتى يعني اصبحت معي دائما اسال عنها كثير الحقيقه استاذ ابراهيم التعليق الدولي وفي قصه حول اول مباراه دوليه علقتها كانت للمنتخب السعودي صحيح اول مباراه وهي في اول م. يمكن بعد ثلاثة شهور او أربعة شهور من التعليق المباريات المحليه اتذكر كان ال... ال... الافتتاح مل... مل... مرك... ملعب الملك فهد كان بالنسبة للأمير فيصل كان يبحث عن فريق يبقى ذكرى في في افتتاح الملعب كان من الفرق اللي, اللي لعبت مع المنتخب السعودي هو فريق انجلترا منتخب انجلترا فبالصدفه انا جديد يعني طبعا ما كنت اتوقع ان اعلق على مباراه منتخب ولا ولا يعني صدقا ولا 20% كنت توني بادي خمسة شهور ومتحمس و... فجيت للملعب بتفرج على المباراه وكنت مع الاستاذ زاهد قدسي رحمه الله عليه والاستاذ محمد رمضان فجيت قلت والله انا بتفرج على المرأة ما يعني ما جيت اعلق جاي بتفرج قال لي الله يرحمه يت... ويغفر له الاستاذ زاهد قدسي قال لي ابراهيم ابغاك تروح هناك لان الملعب كانوا يعلقوا في الجهه هذه اللي عندها السياره وفي الجهه الاخرى ابغاك تعلق اول منها تدريب ومنها كاحتياط لو يعني صوت يمكن يطلع من هناك يمكن كذا يمكن كذا، قلت له طيب. طبعا بدأت المباراه علقت اخذتها كانه تعليق رسمي وكانها مباراه رسميه بالفعل يعني وحماس و و و الى اخره. كانت مباراه المنتخب السعودي مع المنتخب السعودي مع منتخب انجلترا. فما تقني خلل تقني او فني لم يخرج صوت الاستاذ زاهد قدسي ولا الاستاذ محمد رمضان فخرج صوتي انا. استقبل بث المباراه بصوتي انا. فالمباراة كانت جميلة رائعة لا أنساها في تاريخ كرة القدم السعودية. وكان ماجد عبد الله سجل الـ 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 الهدف السعودي الأول. كان هدف جميل انطلاقه من الوسط وتمريرة عبد الله صالح وكانت يعني كان هدف وكان منتخب يلعب كورة صح. فاستمتعنا بذلك الهدف. يومها أنا نفس الشيء ممنوع في بالي بس ما كنت يعني أركز على ممنوع. فقلت يا حبيبي يا ماجد. طبعا كلمة ممنوعة ما تقول تقول وصف فقط فقلت يا حبيبي يا ماجد هدف سعودي أول بعد ما انتهت المباراة طبعا فيه اللي زعلانين وين أنت يا أخي أنت نصراوي وش هالحماس وش هالتمجيد الماجد وش هال يا أخي هدف هدف وبعدين منتخب سعودي وماجد عبد الله ولا في النصر ولا في الهلال ولا احنا هدف هذا هدف تفقد فيه كل السيطرة عليه بعدين أنت قال كلمة ممنوعة يا حبيبي طيب يا أخي هدف خلاص يعني انتهى فهذه من أجمل المباريات وهي أول مباراة دولية لي شخصيا وفي ملعب الـ, الـ وأول هدف تعلق عليه وأول هدف أعلق أيوه. يعني. عليه المنتخب السعودي كما يلعب أيضا لبيرس أرضية بتلمس في حكم المباراة ومقطوعة مرتدة من عبد الله صالح ماجد طالح حلوة لماجد داخل يا حبيبي يا ماجد يا سلام يا ماجد شوف عدى ماجد وحط على يسار المرمى عدا من ادم هذا ماجد عبد الله هذا ماجد عبد الله شوف عدى عدا من بيرس ومن وحطه على يسار المرمى حاول حارس المرمى حاول ما قدر ما قدر حارس المرمى قول تقول انه الهلاليين كانوا زعلانين ليش تقول يا حبيبي يا ماجد؟ يا حبيبي يا ماجد ففي في يعني هم يعرفون ميولك هلاليه يعني يعني هم هم يعتقدون انه والله انا يعني بحكم سامي موجود في الهلال وانه انا هلالي لكن للامانه الكثير من المباريات لم افقد فيها الميول او اني اميل مع الهلال على النصر لكن يجب أن نفرق محمد وهذا شيء مهم الهلال كان في قمة عطاء كان في نجوم كان في مواهب كان في إنجازات كان في بطولات خليجية عربية أسيوية كان يقدم للمنتخبات السعودية عدد كبير من اللاعبين الموهوبين وليس اللاعبين العاديين أنت ميولك هلالية لا انا محمد والله الى الان يعني الى الان لن لاني لا ازال ساواصل مسيرتي الرياضيه ستواصل لذلك لم يعني. اعترف الى الان اني انا هلالي او نصراوي او شبابي لا لكن نبغاك تعترف اليوم والله صعب محمد ستفاجأ ان 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 ميولي ليست لا هلاليه ولا نصراويه ليش ما نفيت انه انت ميولك غير هلاليه؟ لا والله شوف انا انا والله محمد شوف ما اقول لك يعني شوف هذا المجال التعليق الرياضي في شيء اسمه الجمهور أنت عندك ملايين الجماهير عندما تكون معلق لنادي واحد أه ستخسر كثيرا أنا في يوم من الأيام جماهير الاتحاد وتذكرها مباراة خمسة اثنين أه يعني تعاطفت معي شخصيا لأنه أنا قلت إذا هزم الاتحاد ثلاثة واحد وفاز خمسة واحد في كاس آسيا وتأهل إلى بطولة أندية العالم هذه القصة ما أنساها في حياتي كلها كنت مقدم برامج رياضي كنت متفائل وتؤكد وأؤكد وقررت الاعتزال فعلا وكان الدكتور صالح بن ناصر قال إبراهيم أنا أحييك على هالجرأة لكن لن تعتزل سنبحث لك عن مخرج من هذه المصيبة فقلت له لا يا دكتور أنا متأكد الاتحاد بيفوز يعني قال إبراهيم ثلاثة واحد وفعلا فاز خمسة اثنين من هنا انت انت كمعلق لست ملك جماهير معينه ولست ملك نفسك يجب ان تكون لجميع الانديه ومحمد صدقني يعني مش الهلال الهلال فريق كبير فريق يعني لديه بطولات له جماهير لديه شعبيه في الخليج في الوطن العربي فريق يعني يتشرف ويتمنى كل انسان ان ينتمي لهذا النادي في المقابل ترى ترى النصر فريق ما هو فريق يعني عادي فريق له جمهور وله متابعين ومحبين فريق قدم نجوم المنتخبات السعوديه استطاع ان يكون فارس من فرسان الرياضه في المملكه العربيه السعوديه كما هو الهلال صحيح مباراه أربعة أربعة هذه المباراه اللي مباراه شهيره هذه ايه. اللي <applause> قال ابراهيم الجابر فيها انه ابراهيم العواد اليوم مو بطبيعي تركي العواد تركي العواد نعم. ايه. هذه مباراه لها يعني صراحه لا تزال عالقه في اذهان الناس وفي هلالين قالوا انا اؤكد ان ابراهيم الجابر نصراوي في تلك المباراه. هذه المباراه كانت اتذكرها أربعة أربعة لعب فيها الهلال وفاز باربعه اهداف الين الدقيقه 20. فالكابتن دكتور تركي العواد كان نجم في تلك المباراه. قبل عشرين دقيقه كان يطلع كوار وحارس يعني كان خلاص انا يعني قلت هذا حارس يعني ما توقعت انه تجي فيه الاربعه فقلت تركي العواد اليوم غير طبيعي وفعلا كان نجم في المباراه الا يجي الهدف الاول النصراوي الثاني الثالث الرابع التعادل هنا بدات عندي في العشرين دقيقه بدات الناس تسمع ابراهيم الجابر وكانه نصراوي لكن هو مش نصراوي هو تفوق النصر في هالعشرين دقيقه صنعت صوت المعلق وحسيس المعلق أن يكون مع النصر فمباراة جميلة لا تنسى أبدا وأتمنى أن تعود كرة القدم كما كانت وأجمل النصر ساعد طرير إلى كينيدي حلوة ترك العواد غير طبيعي اليوم طا يعني أهداف جميلة من تركي وجميلة من كندي وفي المرمى جميل من حسين هادي حسين هادي تحدثنا يمكن عن اغلب الانديه باقي نادي الشباب وفيه يعني جمهور الشباب ما اخذ على خاطره منك في احدى المباريات اللي هي نهايه 2006 امام الهلال اي وزعلوا عليك يمكن اكثر صحيح. من انه الموضوع يعني صحيح. مجرد عتب انه انت قللت من قيمه البطوله بصراحه والله شوف. يعني بصراحه ايش اللي حصل اللي حصل هي هي خليني احكي لك القصه اخوي محمد ترى الموضوع شبابيا حساسين جدا الشباب في قبل هالمباراه يعني الشباب على فكره يعني انا والدي كان شبابي ابوي كان يشجع النجمه قبل ان تندمج مع الشباب وواصل يتابع الشباب حتى سجل خالد اخوي في النصر ولعب في النصر ولعب في منتخب الناشئين وتوقف ثم سجل سامي وانتقل والدي للهلال يدعم سامي فكان الوالد شبابي وكنت اروح معالم مباريات الشباب وكنت احضر مباريات الشباب يمكنك شبابي انت يمكن لا هو ده هو, ده هو لن, <applause> لن نرجع على سالفه الميول فهذه المباريات اذكرها يعني المباراه هذه آه حساسيه ذلك الزمان تفوق الهلال قوه الهلال الهلال كان عنده جمهور كان عنده اعلام كان عنده صيت كان جماهير الانديه الاخرى اللي ما يشجع الهلال يكره الهلال فكانت تلك المباراه ال قلت فيها التعبير وخانني التعبير يعني مو مش انت 90 دقيقه يعني عندك 30 سنه ايش قلت تخطي انا قلت انه مثلا بدا جمهور الهلال يخرج الان لديهم الكثير من البطولات وان كانت هل يعني مثل هالبطولة يعني أنه لن تكون مهمة لهم لأنه عندهم بطولات ولم أقصد أن البطولة والله ما هي مهمة أو ما فكروا فيها لكن كنت أقصد أنه عندهم بطولات من هالبطولات عديدة فهذا كان الشبابيين كانوا زعلوا علي أيضا في مباراة يعني شوف بصراحة نكون يعني صريحين الشباب فريق موسم 13 14 15 كون له قاعده جماهيريه كبيره. قبلها كان في مباراه اتذكر وهو جمهور قد يكون ليس جمهور يمكن يكون جمهور شاشه جمهور تلفزيون شباب مو جمهور حضور مثلا لكن كان في مباراه وكان في مباراه ممله شباب وكان مدري من يلعب مع مين النتيجة صفر صفر وبرد و الملعب يعني كان فيه الملعب يمكن في حمام تعد الحمام فقلت الحمام أكثر من جمهور الشباب هنا الشبابين بدأوا يأخذون على خاطرهم من تلك الكلمة هي كانت خروج عن النص ومن يعني قليل ما تحدث مثلا أنه جمهور والله شوف ذا الحمام في الملعب الآن أكثر من جمهور الشباب كان عندهم ردة فعل سيئة إلى درجة أنه كثير من جماهير الشباب المتعصبين يعني كانوا على اتصال و وشكوى وبنشكيك وبنرفع فيك واحنا انت تشيل لنا الكيان يا اخي هي جمله يعني بسيطه ما لها علاقه لا بالاساءه للشباب ولا شيء مجرد شفت الملعب ما عندك شيء مباراه سيئه ملعب فاضي حمام اكثر من الجمهور ما يعني ما فيها يعني ما فيها اساءه للشباب فهنا من هنا بدات الامور يعني بعض جمهور الشباب بعدها جت حقت خرج الان جمهور الهلال هنا هنا بدأت الأمور أنه ترى يا أخي رضاء الناس غاية لا تدرك، والجماهير اللي زعلت عليك اليوم كثير ما أسعدتها في في مناسبات عديدة الحقيقة. هل في مواقف أخرى لك مع نادي الأهلي؟ جمهور نادي الأهلي؟ الحقيقة يعني شوف جمهور الأهلي جمهور بالنسبة لي أنا أعتز فيه الحقيقة، وفترات كثيرة الحقيقة يعني سواء الأهلي أو الاتحاد. لكن أنا أتصور تفوق الهلال نجاح الهلال بطولات الهلال تعليق إبراهيم الجابر على الكثير من مباريات اللي فيها حشم واللي فيها انتصارات للهلال وفيها بطولات الهلال جعلت جماهير الأهلي أو جماهير الأندية الأخرى ترى أنه يا أخي يعني خلاص يعني ها تعرف يعني أنت الآن لو تعلق على أي فريق أي أي سواء علقت على الأهلي وفاز في بطولة حيكون له بريق آخر حيكون له شكل آخر ومن هنا تبدا الامور يعني تبدا تبدا امورك يعني تطلع الاهلي فريق كبير وفريق عريق وفريق الحقيقه استمتع بادائه سواء في السابق او او في الوقت الحالي يعني حتى الان الاهلي يلعب كره سعوديه جميله ما ما في اختلاف عليها لكن بعض الاعلاميين الاهلاويين او بعض الجماهير الاهلاويه ترى في انه ابراهيم الجابر قد يكون صوت خرج من 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 صوت مزعج لأنه نقل بطولات الهلال وانتصارات الهلال وبالنسبة لهم إذا أنا لم تنقل انتصارات وإنجازات فريقي فأنت بالنسبة لي مزعج فهذا هذا هو أتصور أنا هذا تفسيري لكل جماهير الأهلي أو جماهير الأندية الأخرى أجمل مباراة علقتها والله بلا شك يعني الكثير محمد والله منتخبات السعودية الأندية السعودية من مباريات كثيره اصعب لحظه يمكن في, في في مباراه انا لها ذكرى شوف انا اقول لك الان يمكن محمد لاول مره عدتني الاشياء قديمه ولو جلسنا يمكن ساعات كل شويه اتذكر مباراه الهلال والنصر واحد واحد ماجد عبد الله يرتقي في كره ويلعبها براسه من امام قفزه مدافعي الهلال هو قفز بعدهم وسجل كره بالراس جميله جدا فبالتعبير قلت ماجد عبد الله يرتقي كل الهامات الزرقاء ويسجل هدف جميل للنصر. انا رجعت خرجت ولا ما خرجت؟ كل جماهير الهلال غاضبه. والله يا محمد اني مره من المرات في مناسبه الله يرحمه ويغفر له الاستاذ عبد الرحمن بن سعيد اسلم عليه قال لي والله ما يسلم عليك قلت ليش؟ قال ابراهيم وش ذا التعبير؟ وش ذا الكلام اللي ما له داعي؟ هذا ماجد عبد الله يرتقي كل الهامات الزرقاء، ترى هامات الهلال زرقاء اعلى من اكبر مما تصور. الهامات الزرقاء ما حد يرتقيها. فانا في مناسبه حرجت يعني الرجل رفع صوته وانحرجت قلت ابو مساعد حقك علي وانا بعتزل. قال لا لا اعتزلت من عندنا. لا لا تعتزل بس حاسب كلامك <applause> قلت الله يرحمه وفلا كان موقف يرحمه. طريف معنا. هو هدف عام يعني. 1407 نعم أي. نعم هذه من الاشياء اللي تذكرتها الان يعني في موقف سامي اعتقد انا الان ذكرني برضه آه سامي كان اصيب في انفه وكان آه لبسوه زي الجباره على الانف وخرج سامي وبدع ذاك اليوم يعني لعب مباراه جميله مباراه العمر ف تعبير ما ادري شلون جاء الصقر والطير و... فقلت هذا طير حوران تعبير خاطئ يعني مش مش خاطئ بس انه جاء في ذهني طير حوران والطيور تبرقع وكذا وكذا فرجعت البيت لقيت سامي زعلان ايه قال شو فيك؟ قال والله يا اخي انت قاعد طير حوران وما طير حوران يعني ما شفت الهدف، قلت يا اخي لقب صقر حطيتك صقر. قال ما شفت الهدف، علق على الهدف، ما لقيت الا وجهي، ما لقيت الا، <applause> كطيب <applause> طيب، ولا ولا يهمك يا ابو عبد الله ان ان شاء الله ما لك الا اللي يرضيك المباريات الجايه، ف... فمن هذه المواقف انت ما تدري عن تقول شيء بس ما تدري من ال يصير حديث بينك وبين كابتن سامي بعد المباريات عاده يعني تتحدث او يتحدث معك عن تعليقك عن آه ملاحظات شغلات هو سامي رجل يعني فكاهي فدائما يتذكر الاشياء اللي هي ايقافات خروج عن النص فيعلق فيها في يعني كذا فكان يضحك دائما فهذه هذه ميزه سامي انه يخرجك من جو فكاهي اكثر من من الاجواء يعني مثل صاروخ صاروخ يتذكرها آه تركي العواد غير طبيعي يتذكرها ويضحك آه. يناقشك يعني في اشياء فكاهيه ما ما لك من الحديث او من ال المباراه الشهيره اللي يمكن فقدت اعصابك فيها اللي هي مباراه الهلال والغرافه, والغرافة نعم. هذه المباراه اللي يعني ابراهيم الجابر يمكن لم يتمالك شعوره يمكن حتى الكثيرين قالوا اثبت انه هلالي صحيح محمد انت ظاهر يعني مذاكر كويس وعارف وش <applause> الاشياء اللي <applause> هذه مباراة أنا والله شوف يعني يمكن ما حدثني على الحلف لكن أصدقك القول خلال تاريخي ثلاثين سنة لم أفقد فيها الكنترول لم أفقد فيها الأعصاب يعني أحيانا أنت على الميكروفون عارف قاعد تقول في تلك المباراة فقدت فيها الأعصاب وفقدت فيها التركيز وما أعرف وش أنا قلت إلا بعد ما خرجت المباراة كانت ليلال والغرافة وليلال كان يعني شبه انه بيطلع في ذيك المناسبة كان هناك صحفيين قطريين وصحفيين اماراتيين وصحفيين فكان الحوار بيننا وبينهم انه الهلال الغرافة بتفوز على الهلال الهلال بيطلع الغرافة فعلى مدى ليلتين واحنا نجلس مع بعض ونسولف فضغطوني نفسيا فعلقت على المباراة لما سجل الهدف فقدت فيها الكنترول لأول مرة في تاريخي ثلاثين سنة أفقد فيها الكنترول أحسست بالقلب والله محمد ما قد مرت علي في حياتي أحسست بالقلب في اليد اليسرى في اليد اليمنى فقدت التركيز فقدت الشعور مرحلة الفرح اللي أنا تعديتها خرجت عن التركيز تماما لذلك لا تلاحظ بعد المباراة هذه توقفت شهور فحصت فحص شامل عن القلب وال يعني هذه ما, ما يبيلها <applause> هذا <applause> طبعا هذه ما يبيلها يعني وان كان الهلال يعني في في ذلك الزمن انه آه يعني آه يعني خرج من 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 كاس اسيا لكن انا شخصيا وتوقفت ثلاثة شهور او اربع شهور وكان فحوصات كامله على القلب الحمد لله كان سليم جدا آه بالفعل يعني أول مرة أحس بالقلب وبالألم في اليد اليسرى واليد اليد اليسرى والقدم اليسرى. هنا بديت أتراجع شوي إنه طوال هالسنين فقدت أعصابك في فترة قصيرة وفي هدف ما يعني ما أنت عارف كيف كيف تقول يعني. فهذه هذه من الذكريات المؤلمة الحقيقة إلى المحياني المحياني عيسى بيلعبها على الشلهوب الشلهوب ينطلق بموه الشلهوب بيلعبها الشلهوب عرضيه يلا ولي يلا بحياني اه يلا ياسر يلا قول 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 جول ياسر الكاسر ياسر الكاسر الله الله هذا الازرق هذا الزعيم هذا الزعيم هذا الهلال هذا الهلال شوف يا رب شوف 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 الازرق شوف الهلال شوف ياسر شوف الكاسر شوف الهلال شوف شوف هدف الهدف الفوز هدف الفوز يا الله يا الله شوف شوف الشلهوب شوف بيلعب شوف المحياني ملعوبة رأسية بضربة ياسر يا فنان يا كاسر يا هلال يا هلال يا ناس هذا الزعيم اللي من بلاده طال البطولة وهي طاولة الطولة. تجربتك ابو فيصل في التقديم تقديم البرامج الرياضيه قدمت برامج رياضيه ويمكن ايضا صار عليها جدل في بعضها الله يحمد شوف انا يعني دائما احيانا اقول ربما انه عشان انت تكون يعني لك في في ذاكره الناس شيء ان يكون عليك جدل قدمت ثلاث برامج الحقيقه في التلفزيون السعودي بدات في التقديم في برنامج في الاي ار تي وبرنامج الصحافة ولأول مرة نخرج بالقراءة الصحف والتعليق على الصحف في كأس العالم 94 وهذا كنت أقدمه أنا الحقيقة بدعم وتوجيه من الأستاذ علي داود وكان توجيه أيضا من الشيخ صالح كامل وكان كل هالأمور اللي احنا قدمناها كأولويات بعدين رجعت التلفزيون السعودي قدمت فيه برنامج القرار بعدين استمر ثلاث سنوات برنامج المؤتمر استمر سنتين آه هذه البرامج اللي قدمتها كانت برامج ناجحة الحقيقة وكانت برامج يعني لها جماهيريه ولها حضور والاعلاميين كانوا هم اللي يتصلون يبغون يكونوا موجودين في هالبرامج. التجربه بالنسبه لي تجربه ناجحه في التقديم الرياضي لكن محمد انت يعني يمكن انت عايش الاجواء ترى التعليق ساعه ونص وتنتهي كل شيء، تقديم البرامج الرياضيه تحتاج الى وقت للتحضير، تحتاج الى علاقات متميزه مع ضيوفك ومع الناس اللي انت حتقدمهم في برنامجك. مخك لا ينتهي تفكيرك لا ينتهي اليوم خلص من إبراهيم بكرة بتأخذ محمد وش حتقدم فيه فهنا التقديم الرياضي ترى أصعب من التعليق برنامج كل الرياضة برنامج كل الرياضة قدمته الحقيقة نعم شاركت مع الزملاء في تقديمه وبرنامج كان ناجح وبرنامج كان فيه مواقف كثيرة محمد <applause> برنامج هذا فيه أحد المواقف اللي بسألك أنا اللي هو أحد الشخصيات النصراوية اتصل وقال ان البرنامج ليس كل الرياضه كل الجابر. صحيح <applause> هذا الامير نايف بن سعود صاحب إيه. السمو الملكي الامير نايف بن سعود الحقيقه إيه. ورجل يعني اعتز الحقيقه بكل ما قابلته الحقيقه لكن هي فهمت بطريقه خاطئه. انا كنت اقدم برنامج كل الرياضه كان المعد حاط خلفي اهداف سامي في اهداف سامي في النصر وتداخل معي الامير نايف وكان يتحدث عن ال قال يا ابراهيم يعني هذا برنامج كل الجابر سامي يهدف وانت تتكلم وتناقشون عن الـ 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 الهلال وكانت الامور يعني فقلت له سمو الامير انا ترى يعني ما ادري انه المعد حاط اهداف لسامي وانه سامي بيسجل و.. وانا على الهوى و.. لكن انا سمو الامير اعتذر وانت شخصيه كبيره وكذا التقينا بعدها طبعا وصرنا نتناقش عن الكلام وعن الحديث وكذا، قالوا والله نحسبك انك داري، قلت لا والله ما دريت. جميل، كيف ترى المجال الرياضي اليوم؟ كرة القدم، التعليق الرياضي، الوسط الإعلامي الرياضي. كيف تراه اليوم مقارنة بالسابق؟ شوف محمد باختصار شديد يعني السابق كان فيه مواهب، كان فيه نجوم، كان فيه كرة قدم، كنا نستمتع بالكورة من أجل الكورة. اليوم الإعلام أقوى من الملعب، أه اللي 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 ما خارج المستطيل الاخضر يشوش على الكثير من جماليات كره القدم السعوديه. اتمنى ان تعود الروح للاعبين السعوديين، اتمنى ان ان يكون الاحساس عالي جدا بتلك الجماهير التي تتابع هذه المباريات وتتابع هذه الكرة القدم. الشيء أه الاخر اللي هو حب اللاعبين السابقين لكره القدم السعوديه. أه بشكل يعني موهبه ونجوميه وحب لكره القدم الان فيه مواهب ولكن ما في اهتمام ما في روح محمد كثير من اللاعبين الان يلعبون بدون روح الحقيقه لا, لا, يعني لا نعمم لكن كثير من اللاعبين او مجموعه كبيره من اللاعبين يلعبون بلا روح بلا عطاء من اجل الجمهور من اجل الانديه من اجل كره القدم السعوديه وهذه تحتاج الى يعني اتصور انه من مسؤوليه اتحاد كره القدم أن يعيد البحوث والدراسات في معالجة الأخطاء معالجة الأخطاء اللي اللي هي يعني تسببت في يعني تسببت في نزول هبوط مستوى الكرة السعودية لابد على الاتحاد السعودي لكرة القدم مسؤولية كبيرة في إعادة صياغة استراتيجيات كرة القدم السعودية هل ندم ابراهيم الجابر على اي يعني لحظه او قرار في تجربته والله محمد شوف الحمد لله رب العالمين آه الانسان عندما يقرر شيء يستمر في المجال الاعلامي سواء كان في وزاره الثقافه والاعلام او في الهوايه في التعليق الرياضي لم اندم ابدا ولو اعاد بي الزمان قبل 30 سنه لاخترت ان اكون معلقا رياضيا وان اكون في خدمه الاعلاميين والاعلام وفي خدمه الثقافه السعوديه وفي وزاره الثقافه والاعلام لانها قدمت لي شيء الكثير الحقيقه محمد، يعني حب الناس مكانتك في دول عربيه في خليجيه معروف تقدير لك احترام وتقدير من جميع الدول ومن جميع الاعلاميين ومن جميع حتى يعني الناس البسطاء، ايضا الرياضه تشرفت بان ان التقي بقيادات كبرى، التقيت بالملك فهد لما تأهلنا كاس العالم وكان المعلقين يخرجون مع المنتخب الوطني للسلام على الملك فهد الملك عبد الله رحمه الله الأمير سلطان الأمير نايف يعني لو كنت غير معلق ما ما التقيت فيهم وسلمت عليهم وكذا كان كانت الرياضة لها قيمة وكان التعليق أيضا لها قيمة تعرفت على الكثير من شخصيات أصحاب السمو الملك الأمراء المسؤولين الوكلاء هذه تصنع لك جو آخر تدخل أي مكان في أي مكان في في المملكة العربية السعودية في خارج المملكة يعني الجميع يخدمك طبعا يع... تكريم تكريم إبراهيم الجابر هل كرمت تشعر أنه أنت كرمت بعد هذه التجربة والله شوف الالتقاء بالملوك الالتقاء أعتقد أنه أكبر تكريم لي أنا شخصيا وفي صور لي أنا أعتقد قد تكون مع بعض الشخصيات الكبيرة لكن الإنسان ما يبحث عن التكريم الإنسان عندما يقدم ويضحي هو لا يبحث عن تكريم معنوي أو تكريم مالي أو تكريم شخصي لكن أتصور أن التكريم يأتي كمرحلة من مراحل حياتك هو حب الناس وهو أكبر تكريم جميل تستحق هذا الحب وأنا أشكرك وشرفتني اليوم أستاذ إبراهيم في لقاء وينك وأعرف أنه أنت ما تحب الظهور الاعلامي كثير وانا سعيد جدا بهذا اللقاء اي اضافه اخيره تحب تقولها اليوم للمستمعين او المشاهدين يشوفون ابراهيم الجابر ايش تحب تقول لهم وانا اسمح لي اشكرك مره اخرى واسمح لي اختم البرنامج اخوي محمد انا اشكرك الحقيقه واشكرك على هذا البرنامج المتميز واود ان اذكر واشكر ايضا عائله الكريمه سواء كان زوجتي ام ابنائي فيصل اللي الان يعني تخرج من جامعه الملك سعود عندي تركي الان في كليه الطب جامعه الامام عندي نايف في المحاسبه عندي عبد الله ومحمد يعني في المرحله المتوسطه عندي الله شاء الله عندي ايضا بنتي اميره الحمد لله رب العالمين ماجستير في في الحاسب الالي هذه العائله اشكرها شكر جزيل لانها فعلا ضحت معي تحملتني كثير ابتعدت عنها كثير لكن أتمنى إن شاء الله أن أسعدهم في الأخير وهم أسعدوني بالتفوق العلمي اللي موجودين الآن سواء كان في الطب أو في التسويق أو في الهندسة أبنائي الحمد لله يعني حققوا ما كنت أنا أبحث له الحقيقة وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل جهود أيضا زوجتي مفيصل اللي كانت تشاركني الحقيقة في التربية تشاركني في النجاح تشاركني في كل شيء الحقيقة تستاهل والله خليهم لك اللهم امين ايضا لا انسى الحقيقه الجمهور السعودي الحبيب الوفي اللي قدم ابراهيم الجابر واللي انا كل ما قدمته من صوتي من كذا هو شيء بسيط لهذه الجماهير اللي اعتز فيها واللي معروفها على راسي الحقيقه واشكر جميع زملائي الاعلاميين في الصحافه في الاعلاميين في القنوات الفضائيه اشكر كل من ساهم في يعني تقديم ابراهيم الجابر باي صوره كانت. جميل. المعلق القدير إبراهيم الجابر شكرا جزيلا لك شكرا لك محمد وأتمنى إن شاء الله أن نلتقي مرات قادمة شكرا لك